نيجي لبرج السرطان. برج السرطان دايما بتهول المواضيع، بتهولها وتقعد ترغي فيها كتير وتتأخر في الرغي، ما بتحلش يعني، ما بتدورش على حل. فبطلي دراما كوين اللي انت عايشاها، اوكي، وهدي اللعب شويه، فكري في الحل، ما تفكريش في اللي حصل. اوكي. لان 90% من برج السرطان في البنات يقعدوا يفكروا انا حصل لي وحصل لي وحصل لي، ما يفكروش احل اللي حصل لي ازاي. فدايما فكري في الحل، مش فكري في اللي حصل. ما تتحسرش يعني على اللي حصل خالص، اللي حصل حصل، مش هنرجع تاني لورا ويتحل. اوكي.